لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام. ينبغي أن تصوم العينان عن النظر المحرم، ينبغي أن تصوم الأذنان عن السماع المحرم، ينبغي أن تصوم اليد عن البطش المحرم، والقدمان عن الخطوات المحرمة. فهذا هو الصيام عباد الله. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. شهر السلام ضيف من ربنا. هذا هو الصيام الذي مدحه الله عز وجل، والذي بين الله عز وجل أنه يوصل إلى تقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أنتم تصلون قطعا بالصيام إلى تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب. ولولا أن الصائم يعلم قرب الله عز وجل منه ومراقبة الله عز وجل له لانتهك حرمة الصيام. ولأن التقوى كذلك أن تترك ما تهوى لما تخشى، والصائم يترك الطعام والشراب والشهوة لما يخشى من عقوبة الله عز وجل ومن سخط الله عز وجل. أظلنا شهر السلام ضيف. الصائمون على طبقتين، منهم من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة يبتغي بذلك ما عند الله عز وجل، فله ما شاء الله عز وجل في الجنة من الطعام والشراب والحور العين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال مجاهد: وغير نزلت في الصائمين. ومنهم من يصوم عما سوى الله عز وجل، فيحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى. أظلنا شهر السلام ضيف. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لم يقل إن للجنة، ولكن قال إن في الجنة، لأن هذا الباب فيه من الباجة والنعيم مما في الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فهذا الشهر الكريم هو شهر الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أظلنا شهر السلام ضيف يزور. فينبغي أن نستقبل الشهر الكريم بتوبة، لعل هذا الشهر يكون آخر شهر في أعمالنا، ولعلنا لا ندرك موسما آخر من مواسم المغفرة والرحمة. تذكروا عباد الله ناسا كانوا معنا في السنين الماضية، وإن سألت عنهم اليوم تعرف أنهم تحت أطباق الثرى. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أنا خلق القوم أياما وقد رحلوا.
فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل. نداما في قبورهم، نداما في قبورهم، وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم. أقامت قيامتهم مناد الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم. أين أهل الوداد الصافي في التصافي؟ أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي؟ أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء؟ صار ذكر القوي في القوافي. لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.